فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت الحائض والنفساء لكنها لا تستطيع الاغتسال بالماء لشدة البرد، فهل تتيمم؟ نعم، مثل الجنوب، إذا لم يستطع استعمال الماء لشدة البرد وليس عنده ما يسخنه به فإنه يتيمم ويصلي، فإذا ذهب عنه البرد يغتسل ويستمر على حاله. الصلاة الأولى صحيحة ويغتسل للصلوات المستقبلة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.